السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج ماجيك اد من البرامج القوية جدا أو الإضافات القوية جدا جوه الريفت. فأنت بتلاقي ده كل ده كومن، حاجات عامة، في حاجات خاصة بالفنتليشن، في حاجات خاصة بالبايبنج، في حاجات خاصة بالإلكتريكال، في حاجات خاصة بالسكوماتيك، في حاجات خاصة بالكونكت. كل الإضافات بتاعت الماجيك اد بتضيف قوة للبرنامج الريفت. طيب خلينا نبص كده على الماجيكات كومن. بتلاقي اعدادات المشروع، السيتنج اللي موجوده مثلا الاي اف سي كونفيجريشن فايل، الابيرنس زي مثلا اللغه لو انت عايز تغير اللغه، لو انت في حاجه مثلا انت بتشغل كهرباء فانت ممكن تشيل الكهرباء وتركز على الشباك. مثلا هنا الاونلاين برودكت داتابيس، قاعده البيانات اللي هو هياخد منها، مثلا عايز تنزل اير تيرمينال او عايز تنزل حاجه هيبدا يشوف اوروب مثلا ولا تشاينا، ديفولت لوكال ولا كلاود، البروجكت المعاد بتاعته، البرامترز اليونت اللي انت تشتغل بيها. طيب عندك مثلا لو انت عايز تعمل اكسبورت وامبورت، فممكن مره واحده تعمل بيل اوف ماتيريال بتقول له سيلكت اول وتقول له اوكي وتبدا ان انت تصدر الحاجه بتاعتك. لو انت عايز تصدر اي اف سي، طب ما هو الريفت بيصدر اي اف سي، هنا بيديك مستوى اخر من التصدير، بيديك ان انت مثلا ايه هتعمل كريت نيو فايل او كريت سيبريتد فايل يوزنج ليفل نيم، يعني هتعمل اكتر من واحد كل دور باسم لوحده. الكونفيجريشن ماشي، وتتعامل مع الحاجات اللي انت عايز تصدرها. يوز ناتيف يونت او ممكن تحط يونت تانية، اد يونت نيم. يوز ترو نورث، ترو نورث ولا هتشتغل بالنورمال ولا ايه. اكسبورت بورت ديفينيشن، الشيرد كوردينيشن ولا سيرفي بوينت، الرينج بتاعك. فكل دي اعدادات ما كانتش موجوده في العادي، هو بدا يضيف لك عليها. دي فكره الادوات اللي موجوده هنا مختلفه تماما. ممكن تقول له باتش اكسبورت تو اي اف سي، يعني في ملفات كتير عايز اصدرها مره واحده مثلا مش ملف واحد. عايز اعمل الاعدادات بتاعه الاي اف سي، هيبدا يجيب لك الاعدادات بحيث تشوف انت حابب تصدر ازاي. مثلا ديت السبريد شيت لو انت عايز تقدر للاكسل وتستورد من الاكسل، اكسبورت وامبورت الاثنين موجودين. تقدر تقول له عايز اعمل اكسبورت يروح مصدر لك المعلومات كلها، وممكن تعدل حاجه على الاكسل وتقول له طب امبورت للمعلومات دي تاني. يعني بقى بتبدا تشوف ايه الحاجات اللي انت عايزها، لو في البارامتر برضو عايز تصدر في اي مكان. من سيلكشن فايل هتقول له مثلا تدي له ملفات كتيره بقى مش ملف واحد بحيث ان هو يصدرها. هناك سبورت للبي بي اس عشان تعمل الاناليسيس بتاعتك. او تعمل امبورت من البي بي اس. فدي ادوات كتيره زي ما انت شايف، يعني حتى فايند اند ريبليس مش هي نفسها بتلاقي فيه قوه اكتر بالشكل دوت. فانت ممكن تعمل فلتر او تدور على حاجه معينه في البايب او في الالكتريكال وهكذا.